خطوة جديدة تسجل باسم أمانة محافظة جدة. في 21 من ليالي شهر رمضان المبارك افتتح الدكتور هاني أبو راس عددا من مشاريع إنشاء ساحات بلدية والبالغ عددها 20 ساحة من أصل 50 ساحة سيتم الانتهاء منها قبيل نهاية العام الحالي، والتي سيشرف على إنشائها الإدارة العامة للمرافق البلدية ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع بأمانة جدة. كما تحتضن تلك الساحات مضامير للمشي وملاعب متنوعة للأطفال مع وجود مساحات يستفيد منها الأهالي بجانب العديد من الأشجار والكراسي وأعمدة الإنارة. ويأتي ذلك كله ضمن جهود أمانة جدة بالعمل على نشر القدرة وتوفير أماكن مزاولة للرياضة والترفيه لجميع أفراد الأسرة. اليوم نحمد الله سبحانه وتعالى إنه وفق زملائي في الأمانة، ونحن اليوم بنفتتح 20 ساحة بلدية في نفس اليوم. هذه إن شاء الله حتكون إضافة للمدينة وفرصة للكبار والشباب والأطفال إنهم يلاقوا مكان يستطيعوا أن يستمتعوا فيه بالمسطحات الخضراء، الشباب يستطيعوا أن يمارسوا زي ما تشايفين كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، والأطفال يستطيعوا أن يجدوا أماكن لهم. الحقيقة أنا سعيد بهذه الساحات البلدية، وأتقدم بكل الشكر في الحقيقة لزملائي في الأمانة، وكالة التعمير والمشاريع، سعادة مدير عام المرافق البلدية الدكتور باشد حمو، وكل زملائي على الجهد اللي بذلوه. في الحقيقة هذا جهدهم وتعبهم، ونتمنى من يعني إخواننا وأبنائنا اللي حيستمتعوا بهذا المكان إنهم يحافظوا عليه. في الحقيقة هذه الدولة دفعت فيه أموال لهم، والحفاظ عليه هي فرصة إن هم يستفيدوا منه أكثر وأكثر وتتحقق منه الفائدة إن شاء الله. أوكي، وفي حدائق وفي ملاعب وفي مساحات، في حدائق كمان عائلية على أكبر من ذا الشيء. فالقادم ان شاء الله برضه يعني بنطور وافضل واحسن ان شاء الله، وان شاء الله خلال برضه السنه القادمه في تقريبا يعني بعد شهر شوال في عندنا 3 مشاريع لانشاء حدائق راح ينتج منها يمكن اكثر من 45 حديقه موجوده في مدينه جده ان شاء الله. وهذه راح تكون برضه في الاحياء اللي هي مكتظه بالسكان، اللي هي تتكلم على وسط جده وجنوب جده، المناطق فعلا اللي هي مكتظه بالسكان ان شاء الله. الآن بدينا اليوم هو أول 20 ساحة بلدية. نحن عندنا في هذا العام إن شاء الله سنصل إلى 50 ساحة بلدية، وعندنا في المستقبل حتكون في إضافات أكثر وأكثر. هي البداية، وإن شاء الله سنعمل دائما على خدمة جدة وأهلها إن شاء الله.
المكان هذا لكم. تفضل. كل سنة وانت طيب. كيف حالك؟ ايش ملاحظتك؟ الملعب انا اعرف لعيبة الكورة ما يناسب نصلح لكم هو. اي قلنا له على هذا. ايش انا كلمتهم على الاضاءة. هنزود لكم الاضاءة. اي ربي. والارضية، الارضية حنحسن لكم. الله يطول لنا في عمرك. طيب حاضر. الله يطول لكم الله يعطيكم العافية. شوف ان شاء الله بالتوفيق.